الخيرات واهلا وسهلا فيكم احلى متابعات بالعالم. رجعت لكم من جديد انا علا وفيديو جديد. بتمنى وانتم عم تشوفوا الفيديو تكونوا بالف خير وصحه يا رب. اليوم ما كنت حاطه بالي اعمل فيديو، بس هلا وانا عم سوق هيك خطر لي الخاطر قد حابه اشاركها معكم. هي على الناس رفقاتنا وقت اللي بيوقعوا انه نكون معهم دائما بشكل عام، وقت اللي بنكون نحن مثلا رفقه بين بعضنا بالفرح والسعاده والبسط والمناسبات، بنكون قلبنا على بعض ومظهر محبتنا لبعض ومظهر انه قديش نحن بنساند بعض. بس وقت الانسان بيوقع بينكشف الصديق الصحيح من الصديق المزيف. فانا هاي الشغله صراحه اكلتها كثير بحياتي. وقت اللي مثلا كلياتنا بنوقع بحياتنا، كلياتنا بنعدي بظروف مو منيحه، فكتير انكشفت لي وجوه يعني وقت اللي بكون بمصيبه او بكون بمشكله، والله لا يفرجينا اياهم والله يبعدهم عنا يا رب. فشو المناسبه لهالمقدمه؟ اول شغله انه انا هالخواطر بتخطر لي بس وانا عم بسوق. في ناس وهن بيكونوا قاعدين على البحر بتخطر لهم افكار بيشاركوها، في ناس ما بعرف شو، انا لا، وانا عم بسوق بتخطر لي افكار وهيك تاملات بتامل كثير وانا عم بسوق. يعني ما بحب اتسمع كثير على ميوزك او شيء، بس بسوق بكل هدوء وسكينه وبفكر. فمشان هيك خطرت لي هالفكره وانا عم بسوق حبيت اشاركها معكم. فهلا الساعة 6 تقريبا، والدتها لنيرمين، بتعرفوا نيرمين رفيقتي التركية. في كثير ناس قالوا لي رفقاتك كبار بالعمر، ايه انه كبار، انا ما بتفرق معي، كبير صغير ما بتفرق، انا بيهمني عقله بيهمني شخصيته. هاي نقطة. النقطة الثانية انه هي والدتها طلعت من المشفى، ضلت تقريبا اسبوعين بالمشفى وكثير مريضة، ووالدتها كثير لها معزة خاصة عندي، يعني معني كبيرة بالعمر وكثير مريضة وتعبانة، بس دائما بتسأل علي. إذا اجت نيرمين عندي بتتصل بي نيرمين تقول لي أعطيني أحكي معه، كأني تعرفني من زمان مع انه ما يعني فترة قصيرة انا تعرفت عليها. فهلا هي لها بالمشفى اسبوعين وطلعت من المشفى، وبصراحة أول وحدة رقدت بإيد يعني، فحكيت معه ورايحة بجامة البيت لهالدرجة، حطيت الكاب ويلا يعني هيك، ما بعرف ما بيجي من قلبي، لأنه حكت معي هي نيرمين وقالت لي علا إنه أنا كثير متضايقة، أنا بعرف شعورها كيف بيكون، يعني مثل إما بعيد الشر عنها، بس كثير هي كبيرة بالعمر وكثير تعبت وخافت عليها إنه تتوفى أو شيء، كثير عم تجيها أفكار وهي بحاجة إنه حدا يساندها. فأنا بهالمواقف كثير بحس بالشخص وكثير بحس إنه قديش هو بحاجة لعن جد إنه صديقه يوقف جنبه، خاصة إنه هي يعني صح إنه هي عايشة هون بتركيا بس إنه ما لحدا يعني. فهي الشغلة اللي حبيتك أشاركها معكم، وأنتم كمان اكتبوا لي رأيكم إنه كيف علاقتكم مع رفقاتكم، وإذا هن وقعوا أو كانوا بمصيبة شو بتتصرفوا شو بتعملوا، لأنه بصراحة هالموضوع كتير حساس بالنسبة لي. كتير عديت بمواقف ما حلوة بحياتي خلت نظرتي للحياة تتغير، بس ما بتأثر علي، بضل أنا مثل ما أنا يعني. وقت بكون حتى الشخص اللي بكون متخانقة معه أو أخذ منه موقف، إذا حسيته بحاجة لإلي ما بقدر ما أنجده، ما بقدر ما أسانده، ما بقدر ما أوقف معه. ما بعرف هالشغلة فيني منيحة ولا عيب، ولا بيعتبروها أحيانا دروشة أو هيك شيء. الإنسان بيتصرف بأخلاقه يعني. فليش عم بحكي هالنقطة؟ إنه أنا نارمين مثل ما بتعرفوا نحن كثير رفقة وهيك، بس في عدا هيك تاتش بيناتنا، موقف بايخ يعني ما بينحكى. دقت حرام هي اعتذرت مني وكذا، تحسست انا منه موضوع السوريين والاتراك، حرام هي ما في عندها عنصريه ابدا، بس حكت موضوع ما كان رايها، كانت عم تنقل صوره ما حبيتها، فاخذت انا موقف من هالناحيه يعني. قلت لها انه انا وقت بكون موجوده ما بدي انحكى على السوريين والاتراك وهيك، مع انه هي انتم بتعرفوا قديش هي من النوع اللي كثير كثير بتحب السوريين وما في عندها ابدا عنصريه. ايه بهالناحية. وهلا ممكن اقول لكم انه مريضة انه ما تحطي، يعني هي نصيحتي، اذا انت صديقة كوني صديقة عن جد بالسراء والضراء، يعني كوني لرفيقتك وبس. هي هيك حبيت اشارك معكم هالخاطرة، واتمنى تكون صح غلط ما بعرف، بس انا هذا مبدئي وهذا تفكيري وهي قناعتي الشخصية بصراحة. هلا جيت على اوزيكي سلار محل كنافة، رح اخذ معي كنافة، وقلت لها انا مين كثير بتحب الكنافة، فحبيت اخذ لها كنافة بالجبنة.
Yine sade. Teşekkür ederim. نافي ورايحة بعد نرمي إن شاء الله يحبوها. يعني هو الأوزي كزلار مش الحلو فيه إنه معروف يعني هو بالقلو أغلو بظن قلو أغلو معروف بالبقلاوة. فخلونا نروح. Çok güzelsin. Harikasın. Merhaba. Buyurun. Niye zahmet ettin? Bir şey zahmet etmedim. Hala Nermin عم تحضر لنا القهوة. ne sağlık canım. هلا مو شفتها عم تضحك وهيك كثير انبسطت. هلا انا رح دخلنا على الغرفه تقريبا. هلا انا بعد ساعه فكره بصور لكم هذا الموضوع لانه ما حبيت اصور امها بهالحال وهي مريضه ومتشطحه وكثير تعبانه وشها تعبان وهيك فما حبيت. حسيتها خصوصيه والانسان المريض اكيد ما في داعي انه نصوره وهيك. فانا بحترم هالشغله يعني حسيت هيك من نوع من الاحترام يعني. فهلا عم نعمل قهوه وجاي اكشان على الطريق فكمان رح صوركم من اجواءنا وخليكم معنا. نرمين رح تخرب لنا الريجيم اليوم. هي بتمر فاليوم ما رح تلاقوا كيك وما بعرف بريك وما بعرف شو لانه ما في عندها وقت بصراحه. مشان ايه انه لو كنا جايين بايام هيك العاديه كانت اكيد ما قصرت يعني. عزيزة اللي رجعت من المدرسة واشتغلت هدول مغلفتهم فيعني نحن هلا نحن صدقنا يعني بيزي ناندك يعني ايه قال انه شقد شاطرة هي يعني انا دابك بشميري يا ايه ايه طب ليش غلفتيهم لهالدرجة تركيهم شوي عندك فاكولو بشميري انه عمدهم بالكاكاو. باليوم السنة انسان لا شوك سوري والله شاي نصل يا بيوسنس ترك شاي هلا رح اشرحكم. بتحطوا المي الباردة يورو تمام. هلا اول شيء بهذا البريق بان باليورو زاتان ام نوت شير من مريم بس سوق سويسري هون. اول شيء مي باردة بتحطوه المي معقمه يعني. والبريق الثاني بتحطوه هون هذا شايفين هذا اجت اوكشن الشاي بتحطوه هون ظروف او هو شاي الفرط بالمصفايه بمقدار معلقتين كبار بس تغلي تحت بتحطوه تعبوها فوق تعبوا المي فوق يعني بس هي هي. استنوا ولا تغلي ويتخمر كافي açmadım. Niye açmıyorsun bana kapıyı? Video çekiyorum. Abbehdilini min zeyt abbehdilini. Merhaba. Merhaba. Hello. Rahat ol, rahat ol. Şey, Ola Homestyle değil mi? Evet, evet, Ola Homestyle. Evet, ama var. Sen merdiven çektin, yoldun. Kepekli bisküvi. Ne bu? Nerede aldın? Bu Mardin'den. Mardin'den. Min Mardin hayil ahve. Adı ne? Dibek. Dibek. İsmi ahve Dibek. ما بعرف هيك ميزة اسمها قهوة ديبك وهلا رح ندوقها. ما عندنا فكرة شو هي بس ريحتها مبينة كثير طيبة وفيها هال أول مرة بشوف قهوة تركية فيها هال. بني أرادن ما يعني بدي احكي لكم على القهوه اول مره بدوقها ما بقدر اوصف الطعمه كانه قهوه بالهال حليب وهال حسيتها والا شميت قهوه يعني تعتبر طيبه بس ما رح اعيدها يعني. هالمفاجاه الحلوه نارمين جابت كيس كله فيه مخدات صغيره عملتهم هي وقال نقوا الالوان اللي بدكم اياها فشوفوا لي الوانهم قديش حلوه ولونهم عن جد كثير كثير ممتاز صغار كثير صغار شايفين اخذ هدول اللون الذهبي ونارني هذا شيت يا تشكرت يوم gerçekten ben bütün koydum renkarenk çok beğendim نقيت هدول انا التنتين صاير لونهم هيك عسلي وهدول زهري على خمري هدول خمسه يعني نقيتهم
Ya teşekkür ediyorum. Gerçekten çok beğendim. Eline Beğendin sağlık. mi? Evet. Evet. Benim koyacağım Vat yeri tamam yok. بعدت لأختي هدول يعني لنا سالك جارتك قديش مزوقة يعني ما في مرة بجي لعندها إلا بدها تحط شي يعني تهديني شي لو إنه من عندها يعني بيندم مي بيندم مي Beğendim. O peynirli aldım. Evet. Çok güzel ellerine sağlık. Afiyet olsun Çok canım. Güzel yapmışım olacı. Evet ben yaptım. Ellerine sağlık hayatım. Abdellik tamtı yap tarihi ektir tayyip. Elte layı ana lamilta yani. Ktir vadih no ana lamilta. Ama çok pişirmedi değil mi? Çıtır çıtır olmadı değil mi? Hayır. Sıcakken evet. Hey ma şey. Ay kebi şey aleyha. Sen onu eline al eline. Evet. بكون خلص الفيديو لليوم هلا رجعنا على البيت كثير طمنت على نيرمين وامها وهي نيرمين عم بتقول لكم باي 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 فكثير انبسطت وارتحت انه كانت امها الحمد لله بألف خير وممتازه يعني احوالها وهيك فهلا رجعنا على البيت وكان انبسطنا كثير يعني كانت قاعده عن جد رايقه وحلوه وهيك واحد عمل الواجب يعني قديش برتاح وقت الانسان بيعمل الواجب هلا رح اروح من هون دائما بخربط بالطرقات بالروحه وبالرجعه مستحيل ارجع من الطريق نفسه اللي جيت منه دائما بغير الطريق فهي مشكله غازي عم تاب انه فيها كثير شوارع ضيقه وفيها حارات بكل شارع رئيسي في كذا حاره يعني المهم بكون خلص الفيديو لليوم بتمنى الفيديو يكون عجبكم حبيت هيك اشارك معكم شغلات بسيطة عبعيشها بيومي وشوية نصائح هيك تفيدكم بحياتكم وممكن تغيركم فكركم مثل انا مثلا مثل ما حكيت باول الفيديو انه اشخاص مثلا كنت التئم منهم او اتضايق منهم فانه خلاص احط عليهم اكس او اذا احتاجوني ما كنت قلب يعني مو انه ما كنت قلب بيهم ما كنت انه خلاص يعني ما بقى لي علاقة فيهم فانه لا تغير فكري سبحان الله الانسان وقت اللي كل سنة بيكبر بتغير تفكيره كتير والغربة كتير بحس انه غيرتني كتير خلتني غير انسانة كتير حبيت كنت اصور لكم والدتها لانه عن جد كانت الحمد لله بخير يعني خاصة بنهاية الزيارة قامت وقعدت معنا وهيك بس قالت لي انه انا ماني حلوة وكتير زعلت عليها انه وقت ماني مزبطة حالي يعني انه مع انه عمرها فوق 85 سنة وقالت لي انه ماني مزبطة حالي فحسيت هيك انه شوي خجلت فتركت على راحتها يعني وبس شوفكم بخير فيديو جديد كونوا بخير دائما بحبكم كتير كتير بايات وبوسات